كلنا نسمع عن أغنى رجال أعمال في العالم وكتير منا عارفينهم بالاسم، بس يا ترى نعرف مين أغنى ستات في العالم؟ رقم 7 شارلين دي كارفالو بثروة 13.3 مليار دولار. شارلين أحد أفراد العيلة المؤسسة والمالكة لشركة بسطت ناس كتير جدا، هينيكن بتاعت البيرة. عايزين بقى نسمع أحلى تحية لهولندا وستات هولندا وبيرة هولندا. رقم 6 لورين بول جوبز بثروة 17 مليار دولار. لورين هي أرملة الراحل العظيم ستيف جوبز، أحد مؤسسي شركة أبل والمدير التنفيذي السابق ليها. مصدر ثروتها أكيد كلنا عرفناه، يعني مش محتاج ذكاء ولا شطارة، أسهم كتير جدا في شركة أبل غير أسهم كتير كمان في شركة ديزني. رقم 5 سوزان كلاتن بثروة 17.6 مليار دولار. سوزان حاليا أغنى ست في ألمانيا وعندها أسهم كتير جدا في شركة BMW غير صناعات الأدوية والكيماويات. رقم 4 ماريا فرانكا فيسولو لمت 23.6 مليار دولار من الشوكولاتة، هي وعيلتها صحاب شوكولاتة فريرو روشيه وطبعا نوتيلا نوتيلا نوتيلا. رقم 3 جاكلين مارس بثروة 23.9 مليار دولار، واسمها طبعا مارس، عيلة شوكولاتة برضه. معرفش الشوكولاتة بصراحة بتأكل عيش جامد قوي، شوكولاتة مارس وسنيكرز وباونتي وتويكس ومالتيزرز وغيره وغيره، كل ده بتاعهم كله بتاعهم. رقم 2 أليس والتن ثروتها 34.6 مليار دولار، وهي من عائلة والتن صحاب سلسلة محلات والمارت الشهيرة في أمريكا، حاجة زي كارفور عندنا كده بس على أمريكان. وأغنى ولية في العالم لحد النهاردة هي ليليان بيتنكورت بثروة 38.8 مليار دولار، وهي صاحبة شركة لوريال باري بتاعت مستحضرات التجميل والشامبوهات والكريمات والحركات والغوجاجو والبوبابو والكلام ده كله.